بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وديال ميرك استاذ جوتان وحات كسو دواتان مركلي برامج كسمالا هذا انو كلاد كلا سعوتان تلفشنة كلا دور راديو هالقيس يبرا برشد انتبا ميرك استاذ نقدا ونسان ربضان كريم كنو سو دواتان برامج كسمالا كنو تيونا سن دا وديال مركلي انو يارا ترتماها كواد اي برنامج ترتماها كواد اي برنامج كوحوين عبد الرحمن علي حسن. عبد الرحمن الله صعبية. السلام عليكم عبد الرحمن علي حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سؤال دولة برامج كسبان. هم كلوا أحضر الحين قصة أنا بيتاي القاعد دقة تانية دولة شيء تاعنا نسكت. إحنا دقينا لا يدقون قاعد نروح مقاعد رجيسة قاعد عام حافظ عبده. إيه برنامج كنا هرو دولة شكل هذا. برنامج هرو دولة. واحدة خصنا طب برنامج كنا لبوا كنا من لما كتور دونا لبوا كنا دوينا ويدين دونا ديان مكاسوبة. إن شاء الله. سؤال شو كوباد وحين أورنا سام. حيوانك أدوك أو أغلق بدني وا حيوانك أدوك أو أغلق بدني وا ب دعوة ت أيجة ت دايرك ح لباح الله دعوة ب أو دعوة لا أخي أنا جالس بدنته يا ربك تورنيو وحنو دي منا قف ويدينو حيوانك أقوم يلا أدوك كرنا شاو داير حيوانك ادوك واغلق بدني واجا داير كجوابت سؤالنا سداس هي صح كتاي هذا الله ما سوغان سؤال شلوا واضح انه صح قاره افريكا اصحابي اوغو ري المسجد كدسي وحوها قاره افريكا اصحابي اوغو ري المسجد كدسي وحوها با علي بن ابي طالب رضي الله عنه تا عمر بن عاص رضي الله عنه شاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاء عمر بن خضاب رضي الله عنه الله أكرم إلى كتر عزيزي خروق هذا الله أكرم إلى كتر الله أكرم إلى أي شباب سؤال سؤالي قارة أفريكا أصحابي جوجو رئي مسجد كالإسي وحوها تأوى عمر بن عاص يتأوى عبد الله بن مسعود عمر بن عاص عمر بن عاص قرر افريكا اصحابي جوجو ري مسجد كنس وحوها تا عمر بن عاص رضي الله عنه جواب السؤال شنا سداس هي صح كتاي صدق هي سوغان السؤال صدحات وحين ونسى مسلمين تا دولتا تشينوه على على السوء وحليلا مسلمين تا دولتا تشينوه على السوء وحليلا با ايغو تا حواريين تا كرديين حا روهينجا حا روهينجا روهينجا مسلمين تا دولد تشينوه اي عدالي سو وحالينا حا روهينجا انا لبكة تورنا هالمر بينا عرسنا انا قفسي ويديننا هالمر بينا عرسنا هذا حال عليه. قال قال. نقف ويدينا ينا لبقة تور. ينا حق الروح ينقع يقمع. أبا أعيقر عمالي. ترى لي أسكر. قال قال. كردين الله حوارين الله. الله كم الهوية. لما كتر نساس كيف ذا؟ على كتر لا بك ميدا أي جواب سؤال سكتور دكان أو عشوس له هذي با و إيغور يح و روهينجا روهينجا يقدر يسنع روهينجا يقدر يسنس مسلمين تا دولة تشينوه على لسوا حليلا ح و روهينجا بابو إيغورا. بابو إيغورا.
muslimiinta dowladda jeyn u cadaadisay waxa la yiraa go'aan kaga dambeeyay baa ku diisay baa wax iigo jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar su'aasha afaraad waxay noqonaysaa dowladdii ugu horreysay dowladaha islaamka ee dumarka u ogolaatay inay madax noqdaan waa dowladdii ugu horreysay ee dowladaha islaamka dumarka u ogolaatay inay madax noqdaan waa ba iran ta suuriya ja turkiga xa morocco dhamaadeen cid bayn weydiinadeen ubaan ta oo suuriya dowladdii ugu horreysay ee dowladaha islaamka ee dumarka u ogolaatay inay madax noqdaan waa ta suuriya qofaan sii weydiina maasa ja oo turkiga dowladdii ugu horreysay ee dowladaha islaamka ee dumarka u ogolaatay inay madax noqdaan waa ja turkiga na laba ka tuurna way naga dhamaatay qof kalena sii weydiina ja oo turkiga dowladdii ugu horreysay ee dowladaha islaamka dumarka u ogolaatay inay madax noqdaan waa ja turkiga jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay shan meel fiican ma soo gaarnay kala barki baa boqorka dalka urdun waxa uu xukunka qabtay sanadkii boqorka dalka urdun waxa uu xukunka qabtay sanadkii ba 1989 ta 1989 ja 1979 xa 1905 madaxaan fursadaynaasi waxaa ka mid ah inaan qof sii weydiino go'aan kaga dambeeya boqorka dalka urdun waxa uu xukunka qabtay sanadkii xa 1905 xa oo 1989 ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay 1989 kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan u yeeri doonaa tartamaha labaad ee barnaamijka tartamaha labaad ee barnaamijku waxa weeyaan maxamed cali ow aadan maxamed cali loo sacabiyo asalaamu calaykum maxamuud cali ow aadan kusoo dhawo barnaamijka salaam maxamuud waxaola tafaasiil igasaa inaad shaqo gacanta ku haysid inaad arday tahay alkaa degantay aniga daawadaasha intaa macluumaad na sii karta maasha allah aga degantahay alxamdulila shaqadaadu waa gacanta fursamada gacanta maxaa markaa tee weya maasha allah qeybta dhismaha marka muddo dheer baad ku jirtay dhinaca saddex sano maasha allah electronic mise sino isku fiican timiya dharkan aad xirantaa laga garanaya dhadhadka shaqada barnaamijkan maxamuud inaad daawatiyeen kale barnaamijka waa daawata barnaamijkan siduu kula muuqdaa marka maasha allah barnaamijkan maanta waad yahan qeybta ka barnaamijka la jooga qoladii farsamada gacanta iyo dhismihii electronic olena waa asxaabti ina daawasa bismillah bisiskeen u qabanaa su-aasha koowaad intaynaan bilaabin laba jeero kamid a midnaba aynu ka tuuri doonaa adayn ugu adkaadaan laba jeero kamidana asxaabteena cidin weydiin karna su-aasha aan filayna ayna khususayn weydiinna su-aasha koowaad waxayna odhanaysaa dhulka soomaaliyeed ee loo yaqaan hawl ingiriisku waxa uu ku wareejiyey etoobiya dhulka soomaaliyeed ee loo yaqaana hawd ingiriisku waxa uu ku wareejiyey etoobiya ba sanadii 1902 ta sanadii 1905 ja sanadii 1910 xa sanadii 1904
dulkas Soomaaliyeed ee Hawd Ingiriisku waxa uu ku wareejiyay Ethiopia hanu gudii malabiyo kotakiiba shan iyo kotakiiba kotakiiba afar iyo kotakiiba afar iyo kotakiiba ina laba ka turni hayno asalaan Soomaaha nacsi weydina ina laba ka turni oo isku dhawdhow in taariikh hasabina hawdu laba ka mina ka turni laba kamida ayaa ka toori doona Afrika tii ka baxday meesha waxa uu ku wareejiyay taa waa shan iyo kotoki iyo jaa waa kotoki waxa uu saaray taa waa shan iyo kotoki iyo jaa waa kotoki taa waa shan iyo kotoki dhulka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Hawd Ingiriisku waxa uu ku wareejiyay Ethiopia taa sanadkii 1900 shan iyo kotoki jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay hanu su'aasha labaad waxa koonaysa buurta loo yaqaan buurta naxariistu waxay ku taalaa buurta loo yaqaan buurta naxariistu waxay ku taalaa ba qaahira ta madiina ja maka ha dimashq بورت نحرست أما تشبه الرحمة أنا قلت على النبي ما قاهرة ولا من مدينة من مكة من دمشق بقى دمشق حاول دمشق بورت الوعي قام بورت نحرست وحى يقطع ها أو دمشق أنا لبك تورنا يا أنا خفسي ويدنا نارسي لبك ميدا أيام جواب سؤال أسي كتور دارنا دمشق واحد سؤالي با او قاهره iyo ja oo ah maka qaahira ba qaahira iyo ja oo maka suuraha qaahira buurta loo yaqaan buurta naxariistu waxa ay ku taalaa ba qaahira go'aankaagu dambeeya maxamed ba qaahira oo masra iyo ja oo maka oo xaramkii soo saaray marka buurta loo yaqaan buurta نحرش واحد تعالى على بدن كي أز خروج مكة جاء أو مكة جاء أو مكة إني ودي أجي دونا شو أنت سوا شو ناس سيدا سيا يه صح كتاي صدق ما سوا قال سوا شو صدق هذا الحين ورنا سر رواية دي حوض بالقي تعايل كي وحوري رواية دي حوض بالقي تعايل كي وحوري با حسن جري تا عبد القيس تا هوريو حسن جد سنجد سنجد روايدي حوض بالقي تعايل كي وحوري حسن جد عدبين سويدنا وقت الفن حا أو سنجبا جواب السؤال شنو سلا سأي صح كتاي من في عما سوقرني سؤال شا أفراد وحين ورنسا نينك يوجو رئي إيه هندسي تليفون كو وحاول شيء نينك يوجو رئي إيه هندسي تليفون كو وحاول شيء ذلك با إنجليز كا جا وطن كا إسبانيا حا وطن كا أمريكان كا نقول رأي هندسي تليفون كذا يدي بالتليفون كلب سكس عارم سوي السلام عليكم جبريل من واحد من كتبه بس سهل نكي هندسي تليفون كوه حوض الشيء وطن كإنجليز وحوض وطن كإنجليز وحنا حوض الشيء وطن كأمريكا وحوض الشيء وطن كإسكتلندا اسكتلند من انجليزك صدح لا وصدح لا صدح بس صح تليفونك صدح
ninkii ugu horeeyey ee hindisay telefoonku waxa u dhashay ja oo waddanka Scotland kuma weydiisay jabriye fiil saaxiibaad marka waa choice Scotland ma ku saaxiibay ja oo Scotland ayay wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay meel fiican bay naga saaray su'aashu shanaad kale barkii baan soo gaarnay guddoomiyaha xisbiga wadani doorashadii baarlamaanka waxa uu ka soo baxay magaalada guddoomiyaha xisbiga wadani doorashadii baarlamaanka waxa uu ka soo baxay magaalada geysa ta oo ja sheekh ha berbera adrahan abdullah arro garan subaad oo salaam nabiga daawani waqtigii baarlamaanka guddoomiyi uu muddo dheer soo maray in kana waa xisbiga wadani guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan waxa uu ka soo baxay jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay ee u dhaxeeyey Ingiriiska iyo daraawiishta waxa uu dhacay ba 1900kii ta 1902kii ha 1903kii hadii farqaan 1903kii dagaalkii daratole ee u dhaxeeyey daraawiishta iyo Ingiriisku waxa uu dhacay 1903 inaan qof si weydiino naaf xasaasi ma nafi aan dagaalkii daratole ee u dhaxeeyey daraawiishta iyo Ingiriisku waxa uu dhacay 1903 jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha lixaad su'aasha toddobaad su'aasha toddobaad waxay noqonaysaa qaaradda yurub waddanka ku yaala ee aan ka qayb gelin shirkii baarliin ee afrika lagu qaybsaday waa qaaradda yurub waddanka ku yaal ee aan ka qayb gelin shirkii baarliin ee afrika lagu qaybsaday waa ba canada ta switzerland ja norway ha sweden ta oo ah Sweden waddanka Yurub ku yaala ee aan ka qayb gelin shirkii Berlin ee Afrika lagu qaybsaday waa ha oo ah Sweden qol kaga dambeeya todoba mar nambar tagan ta oo Switzerland qaaradda Yurub waddanka ku yaala ee aan ka qayb gelin shirkii Berlin ee Afrika lagu qaybsaday waa ta oo ah Switzerland jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay sideed baa soo gaarnay Maxamed Cali oo soo dheerinay su'aasha sideedaad waxay noqonaysaa boqorkii xabashida ee Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan xiriirka wanaagsan wada lahaayeen waxa loo oran jiray boqorkii xabashida ay Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan xiriirka wanaagsan wada lahaayeen waxa loo oran jiray ba boqor Xayle Maryam ta boqor Ilyaasu Raasmakaahiil ja boqor Tadhase ha boqor Yohannas Maxamed Cali gowanka gaad maxamuud weydiino iyo inaan gowanka gaadhnaba sideed bay marada weydiin waxaad ma sheegtay jibiro boqorkii xabashida ee ay Sayid Maxamed Cabdil Xasan xiriirka wanaagsan ee xiriirka wada lahaayeen
wuxuu ahaa boqor Hayla Maryam. Wuxuu ahaa boqor Tadase. Wuxuu ahaa boqor Yohanas. Yohanas. Wuxuu ahaa boqor Ilyasu Ras Makahil. هاي أفرتها إيوه. بقر كي حبشيدة إيه أي سيد محمد عبد الله حسن حليرك. ها حليرك ونايسين وضل هايين. وحوها بقر حيلة مريم. وحوها يكلي بقر تداسة. وحوها بقر ويانس. وحوها بقر إلياسو راس مكاهي راس مكاهيل. أي إلياسو. بقر كي حبشيدة أي سيد محمد عبد الله حسن حيلك ونحسن لها يان وحلو رجل كما ويدين إلياسو. بقر إلياسو راس مكاهيل. شوف اللي بدو يديسي مركب. شوف لك حاجة تاريخ دي سكون أكسي. هذا حاجة تاريخ سكون أكسي. شوف لي أدبر السلام من أمريكا ورنو العاوية. إما كان أحب رجينا من العاوية سوا. سلام. تا أو بقر إلياسو راس مكاهيل إن وديك دونا جوابت السؤال شونا سيدا سيا يسح كتان. سقال بيلي سوا قادل. سؤال شا سقالات وحين ورنسا. مقع مقالة هون كوك معنيه سوا. magarada Hong Kong macnihiisu waa ba waadigi dahabka ta waadigi uduga cha waadigi ubaxa ha waadigi biyaha Hong Kong waadigi biyaha magaca magaalada Hong Kong macnihiisu waa ha waadigi biyaha ina laba ka tunaana naga dhamaasay ma dadweynina way naga dhamaaday maskaxda naga dhamaanay ma jirtaa oo tuujin maskaxda go'aankaaga u dambeeyay magaca magaalada Hong Kong macnihiisu waa Wadigi biya ku soo noqday. Magaca magaalada Hong Kong macnihiisu waa meel xasaasi nambar laba kun ba foundation kiin taagnay. Go'aankaaga u dambeeyay. Wadigi kor u qaad. Wadigi udug. Ta oo ah waadigi uduga. Magaca magaalada Hong Kong macnihiisu waa go'aankaaga u dambeeyay. Ta oo waadigi uduga. Waadka saas. Magaca magaalada Hong Kong macnihiisu waa ta waadigi uduga. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Mahmud Ali Adam. Tobnaad soo gaadhay. Marka maanta dhan soo socona. Su'aasha tobnaad waxay noqonaysaa. Aqoonyaha kii ugu horeeyay ee dejiyay naxwaha af carabigu waxa uu ahaa. Aqoonyaha kii ugu horeeyay ee dejiyay naxwaha af carabigu waxa uu ahaa. Ba Abu Qasim Ash-Shami. Ta Suhayb Ibnu Abi Salma. Ta Abu Antara. Cha Abu Al-Aswad. الداوي أقوياك يقول رأيي إذا شيء نحوه فعرف وحوى كانوا إخواته يبو الحرف الشرني مبني على الفتحة هو حنا وحلوي عرابة ولا بان نحوان أبو قاسم فعل مادي فعل أمر يو أبو قاسم
أبو قاسم الشامي أقويان كيوغو رأي إدتشيه نحوها في عربي وحاوها با أبو قاسم الشامي نمي قفوديش كينا واشوب نسوان حينا واتسفر ساوية دي يوحنا قرقي كورا يشنون انتا سنباح هدي لاي وليد بقي واسايا حين مرنا طبانكي هذا ويسي كور بساكو يتبين ليتا بمين سجدا لكن مرتد بقى واسايا نسكحرنا طبان مرنا مسكح هذا توتشي هي الحساسية أقويان كيوغو رأي إدتشيه نحوها في عربي وحاوها با أبو قاسم الشامي قرآن كاكو دمي أبو قاسم الشامي أبو قاسم الشاوي وكسنون أقويان كيوري إدتشي نحوها أفعر الوحوها با أبو قاسم الشاوي الشامي شامي كوانك أقول نبي من حساسي المرنا أبو الأسود أتابي أنت أبو أسود أقول والله ماذا نوي لافوي أقويان كيوغو رييد تشيين نحوها في عربي وحوها حا أبو الأسود الداوي أقويان كيوغو رييد تشيين نحوها في عربي وحوها عوش كروغاد أبو الأسود الداوي صح أما قلد قلد أما صح سؤال شني وحو يافر بقرة وكل مشيرين كسمال لنا أنا جاي محمود علي أو آذن أنا مش سعني ويا أقويان كيوغو رأي إد تشيين نحوها أف عربيكو وحوها حمد كم حمد عطيك ورقة أبو الأسود الداري جواب السؤال شنو السؤال سأي صحبك أحمد ما لديك من القصص سارة ما لديك من القصص سارة محمود علي وآذن أدي أدمان قوان بلين يا العكس مهمة لكن أقولتي ناكا سوقا دو أكوك سوقا سي أدمان قوان بلين يا أدي أدمان سنتحي إن أدى لغو سعبيو محمود علي وآذن يوم كيوة شقينا وقال نسا والله يرمس تا شقا سواء ونكو عيني كرنا مركا عينيكا قيبتي لما شقا ونكو عيني كرنا إنا سوالي سي وذكرنا إيا إنا حقا كتو وشنو شقا حقا سكتو وشنو أدي أدمان قوان بلين يا أدى لغو سعبيو أدمان سنتحي عمليا كلها kulanti wanaagsan daawaday wali barnaamijka Soomaaliya ku gudajinaa waxaan yeeli doonaa tartamada saddexaad ee barnaamijka waxa Maxamuud Cali barnaamijka tartamada saddexaad kulanti wanaagsan daawadayaal wali barnaamijka Soomaaliya ku gudajinaa tartamada saddexaad ee barnaamijkan u yeeli doonaa Khadar Ahmed Maxamed Khadar Allah saaxiibiyo assalaamu alaykum Khadar Ahmed Maxamed alaykum assalaam ku soo dhaw barnaamijka Soomaa كله خضر واحد بحين قصة أنا أرضي تهلك هذا جدا نيجي دعوة شوية تها معلومات نسيت كرتو أنا أرضي قال حفنت حدث أيه بدنا نشوف الدعوة تين كذا لنا نشوف الدعوة وعلى ذلك حسنا طبعا بدنا نشوف الله كم يدينا الله بكتور الدانة الله بتشير ما إنه الله هذا الدانة وعلمين تام عيد أصلا إنه كعاب كلا سؤالش بسم الله سؤالش هو بعض وعك ورنا سائق مرايد كورت الله حرمت أورك الشقالها أدون هو حي كوت الله حارونتا أورك شقالها أدونك وحي كتالا با نيويورك تا لندن تا جنيفا حا باريس ماشي عدا سكولي حويا حا أو باريس حارونتا أورك شقالها أدونك وحي كيالا باريس وفراسا إن أنا بكا تورنا سينا بكا لفضلان ودبادل مادام سكولوين ينا قفو يدينا وينا عرسان أيوتا laba kamid ah ayaan jawaabaha su'aalahaasi ka toori doonaa Paris weena deesay waxa soo saaray ba oo ah New York iyo cha oo ah Geneva ba oo New York
ba oo New York iyo cha oo Geneva soo saaray. Harunta urur ka shaqaalaha adduunku waxay ku taalaa codka kor u qaad qadariyada ba oo New York dalka Mareykanka ba oo New York doonkaaga u dambeeya. Cha oo Geneva. Harunta ururka shaqaalaha adduunku waxay ku taalaa cha Geneva. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Su'aasha labaad waxay noqonaysaa erayga atlas asalkiisu waa ba Greek, ta eray Ingiriis ah, cha eray Portuguese ah, ha eray Carabi ah. Ba oo ah eray Greega. Erayga atlas asalkiisu waa ba oo Greega. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Saddexaan soo gaadhay su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa dowladdii ugu horreysay ee adeegsata dhararka halbeega mitirka waa ba Ingiriiska, ta Ruushka, ca Faransiiska, ha Jarmalka. Khadar waan ka gaad. Yaan cid weydiino inaan laba ka turnaa waynu arsay. Ba oo Ingiriiska. Dowladdii ugu horreysay ee adeegsatay dhararka halbeega mitirka waa ba oo Ingiriiska. Laba ka mid ah ayaan jawaabaha su'aalahaasi tuuri doona. Ba oo Ingiriiska iyo ja oo Faransiiska soo saaray. Ba oo Ingiriiska. Dowladdii ugu horreysay ee adeegsatay dhararka halbeega mitirku waa ba Ingiriiska. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay. Ja oo Faransiiska ay ahayd. Adna maasnimo fiican soo gaadhay. Kan nimaadno tartamayaasha ku sugnaa dabcan miiska ee barnaamijka ka qayb qaadanayay. Hadda waxaynu eegi doonaa weydiinta aad warcaynta kusoo samayn doontaan. Intaynan weydiinta caa warcaynta aad kusoo samayn doontaan aynaan eegin, waxaynu eegi doonaa weydiimihii ka horreeyay aad kasoo jawaabteen. Ciddii kasoo jawaabtay weydiintii ahayd kutubta samaawiga tiradoodu waa ba oo saddexa iyo ta oo laba iyo ja oo afara iyo xa oo markaasi shanad. Waxay sax ku ahayd inay yihiin shan markaasi kutubtaasi samaawiga marka lagu daro suxufi Ibraahim ay shan ku noqonayso. Warcelinta saxda ah waxaynu eegi doonaa dadka kasoo jawaabay tirada badan leh intau seeferka halkan lagu shubo ayaynu wareejin doonaa seeferka si cid nasiib markaasi ugu soo saaro. Isla halkan ayaynu ka wareejin doonaa weydiimaha. Waxaa hadda wareejin doonaa markaasi dadkii tirada badnaa ee halkan ku jiray ee seeferkaasi sida saxda ah dabcan uga soo jawaabay hal lambar oo ka mid u qaban doonaa 900 lambar oo weydiimahaasi kasoo jawaabay. Hambal yaynu leenahay lambarka 6598 4822. Isla lambarkaas ayaynu la hadli doonaa haddii la yidhaahdo oo markaasi dabcan noqon doona lambarkii ku guuleystay. Lambarkaas u dhacaya lambarkaasi markaasi si toosa ula hadli doonaa. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله واحد كل شيء هذا يا عبد الرزاق برنامج شيك اسمالي شركة اسكارسي انت يا سامتل وعد كم من نقطتي ويدين والعلم خصوصا مي دا وديال فربضن وسيسا حوصو شو امر كل ورجين ولا مرقع صبحه وقرر ما كوه هم بدينا يا احد يشك تام مجا عيال كات شوكتو والله مجا عيال عدروس حسن حسين واحد شو عاد مدة سمعنا هرقيس عدروس حسن حسين عيدروس حسن حسين دقمدة دقنتي أرقيسة والله لا إحنا كده جانا هاي إيش لا تكشم قارهان حفظ أبه سيف عمل قرتي عيدروس واحد يجور أنت واحد والعلم خصوصا ما يسوي دين شيء هاي كتب السماوية مركزي ويدين تاسد والعلم خصوصا ما يسوي هذه جيدة فربنا باصحي ويدين تاسد والعلم خصوصا ما يسوي ويدين
متيور رسيت كسو جوابتي مسوي ويدي ما فرق بدن كسو جوابتي جرا والله ولا عبد الرساب واحد جرا ويدي ما فرق بدن عاد بدن كسو جوابي لايت برنامج كسما بالله ما شاء الله اي وحر الي مرني اكو غريسان دونا هاد ما كو عم بريني يا عم بري يا كلاي واش انا اد دوالك هاي بدي اوكي واش شركتنا كل اسلا شركتنا كو غدوسي دونا هلكن اد بان كو امبليني اد اد با ما سنت ولا امبليا كلها واي ولا لما اد با ما سنت اد كو امبليني وهاك داود ان كان اد بان امبليني ميركس تو جوكتا وحنا يغي دونا امي كرا ويدينتن ويدينتي كو خيكتي ايدا اد ورعينتي كو سمسيت ويدينتي اهيد طبعا كو سابسنيد قيامها وها اوغو هوريا ادونكا ستا لحسابينيا وا سكدا سونكا سلادا انتبه waxay sax ku ahayd markaasii jaa salaada dadweynaha oo farabadan ayaa weydiintan warcelin ku soo sameeyay dadweynahaasi tirada badan leh weydiintan warcelinta ku soo sameeyay ayuu eegi doonaa cidii markaasii ay weydiintan ka soo jawaabtay ee warcelinta ku soo sameeyay intii safar ku shubnaa ayuu safar galu xuli doonaa lambar kamida ayaa markaasii uu soo qaban doonaa lambarkaasii meesha uu joogo ayuu la hadal doonaa oo in weydiin doonaa bal halka ku sugan yahay waxaan ogaalnaa oo aan ugu mahadcelinnaa kumanaanka qof ee weydiintaasi ka soo jawaabay warcelin ku soo sameeyay hadda ayaan si toos ah u wareejin doonaa weydiintaas ciidii warcelinta ku soo sameeyay oo halkan ay dad fara badan ku jira weydiintaas ayaan warcelin ku sameyn doonaa oo dabcan lambarkaasi wareegaya waxa uu kala xul doonaa dad fara badan oo markaasi ka soo joogay waxaan u hambalyeynaa sidii wada muuqata lambarka ah 6595376 sida lambarkaas aynu la hadli doonaa oo aynu weydiin doonaa halka uu ku sugan yahay waxaan ogaan doonaa cidda markaasi telefoonkaas inaga qaban doonta iyadoo dabcan dadweynaha faraha badan ka soo jawaabeen aan iyaga aad ugu mahadcelinayno cidda aanu seefarka u soo xuleen u dhacay lambarkaas hallo asalaamu calaykum asalaamu calaykum wala adresaa kasmaal barnaamijka shirkadda isgaarsiinta sabtal baa kula soo hadlay halkaad ku sugan tahay iyo magacaaga magacaaga ugu horeyn waa magacaygu waa deeqa cabdillaahi axmed deeqa cabdillaahi axmed deeqa cabdillaahi axmed weydiin baad weecelin kusoo samaysay waxa aan kugu hambalyeynayaa oo nasiibkaaga hambalyaan ku leeyahay inaad ka mid noqotid kumanaan dad oo weydiin weecelin kusoo sameeyay weydiintaasoo ahayd qofka qiyaama waxa ugu horeeya la xisaabinayo salaada ahayd ayaad ka soo jawaabtay hadda lambarkaagii baa soo baxay aad baan hambalyay marka koowaad ku leeyahay marka labaad barnaamijkan kasmaal waa daawataa soo maaha waan daawadaa haye weydiintani ma tii ugu horeysay aad ka soo jawaabtaa halkeed ka daawanaysa maa ka soo jawaabtay halkeed sidee joogtaa waxaan joogaa magaalada sheekh abdal sheekh abdal oo ka tirsan gobolka saaxib gobolka saaxib markaa su-aashan xageed ka daawanaysa guriga tv-gaad kala socotay maadaa gartay mise cid baa kaa caawisay mayar mabaa gartay adaa gartay aad baan horta kugu ambalyeynayaa flash 4g oo internetkeeda iyo hawlaheedoo dhan badan yihiin baad xarunta samtal ee abdal aad ka qaadan doontaa insha allah marka barnaamijkana si toos uu baxaya iminka ay dadku kula soo hadli doonaan oo lagu soo hambalyeyn doona insha allah anna hambalyaan ku leeyahay aad baan kugu hambalyeynaya walaala insha allah aya hambalya insha allah walaal aad baa maadsantahay kulanti wanaagsan daawada intaas haddaan kaga nimaadno hambalyeyn leenay guuleystayaasha barnaamijka intaynan weydiinta caaweydiso weydiino waxaan eegi doonaa weydiimo hore oo iyagana warcelin aad kusoo samayseen oo sida weydiintii ahayd ciddii ugu horreysay aan la caasida oo markaasi aan halkan ka sheegnay lambarkiisa cimraan xaashi cabdillaahi waxa uu ka mid ahaa qofkii ku guuleystay weydiintaasi warcelinta kusoo sameeyey inuu shaydaanka ahaa cimraan xaashi cabdillaahi hadda studio gula jooga waanu malaynaya aada lagu sacabiyo ahna kusoo dhawaada asalaamu calaykum cimraan xaashi cabdillaahi abeer iska waran halkan baan la markaa ka shaacinay inkastoo aanan kula soo hadlin haddana cid ma kula soo hadshay barnaamijka markaad daawatay markii aad lambarkaaga shaacinay oo lagula soo hadlay haye maxaa lagu yidhi waxaad ii sheegtaa weydiintan aad warcelinta kusoo samaysay ahayd ciddii ugu horreysay allah subxaana watacaala caasida yay ahayd ciddii ugu horreysay jawaabtaad kasoo jawaabtay taoo shaydaanka markaa maada garanay misoo lagu sheegay maasha allah weydiintan matii kowaadaad warcelin kusoo samaysaa mise waamarkaa telefon baa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 a
ما يقول ساعات هو ضد بلغ لحد اللي كره يعني.
ساعات هذا محا إنترنت بالله هذا ويفي ملا هذا ملا لكن تني واحد لا هذا هاي واحد قصيني فلاش 4G تقولي ستي وإنترنت كي إيوه أيوه فري يا ما بيبقى ليه قصي ما بيبقى ملا واحد جلاد ما بيبقى قصي ما بلدي ده ده تقول ريبو كقولي ستي فلاش بيسو قاعد وقرر سا ده ترى هاي سكول كده سؤال لين لقمة قصي هاي الفلاش تاعك كيف انا كان صوصه هم ممكن في ساعات عوات يا تستابو مع المول بالتليفون قال لك دفك انا هي هي طب يا كداي وين 20 دولار انا كنت بدي لها انت ساعات في عنات 20 نايده وبراوش ولا ماذا قد ما كنا بلينا يا فلاش تاع اوكسيديا هذه هذا لو ساعات يا واقف دابا يا ابرايره همبنيان لنا طبعا إذن كنا طبعاً أدبن دوهم بلين يا أوير يريوي ووين بين لجسوا شوابا يا لقي يا واحد هذا مصيبة كمان كل حلو عدة سوسة صارية ملك استوى شوكته واحد ديار جرودان ويدين تعاوى أدور علنتا كسوة سمين دونتان ويدين تعبين كان عاوى وعلنتا كسوة سمين النا واحد أورنسا أرديها كي عبدي بلا عبدي سنة كيو كوجو ليشتى أرد كي كون إيشان تبقال أم ترى أدون كوا حواها أرديها كي عبدي بلا عبدي سنة كيو كوجو ليشتى أرد كي كون إيشان تبقال أم ترى أدون كوا حواها با كون سغال بقول سيديتكي تا كون سغال بقول لبي سيديتكي جا كون سغال بقول تدبي ايو سيديتكي ح كون سغال بقول شن اي سيديتكي مر كلا ندغو عليو اوروديهانكي عبد بلا عبد سنتي هو غوليشتي اوردكي كون شن بقول متر ادونك وها وها كون سغال بقول سيديتكي او با تا كون سغال بقول لبي سيديتكي جا كون سغال بقول تدبي اي سيديتكي ح كون سغال بقول شن سيديتكي ورعلينتا صحدا واحد كوسو ديري دونتان لمبركا غابن 822 با تا جا كوسو حقيه انت برنامج كل كلاسيك من نار بعدا كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.